مساكم الله بكل شيء حلو مثلكم. اليوم ان شاء الله راح نسوي ريفيو خفيف بسيط عن ادوات شركة ادلكرون الا وهو السلايدر 1 في 2. اول شيء اشكر ادفانس ميديا على توفيرهم هذه القطعة الوايد حلوة على اساس ان نستكشفها ويا بعض ونشوف سلبياتها وايجابياتها ويا بعض. اول شيء القطعة هذه حق منو؟ القطعة هذه مو حق اهل الفوتو ابدا ابدا. هذه القطعة مو مصممة على اساس انها تخلي كاميرتك ثابتة، لا، هذه عشان تعطيك حركة جميلة اثناء الفيديو وموشن حلو يشوق الناس ويخلي الفيديو مالك احلى. تقدر تصور من خلالها التايم لابس والستوب موشن وجماليات وايد حلوة للفيديو. بالبداية كنت اقول ان المنتج وايد ثقيل لما جربته، وبعدين تذكرت ان هذا للفيديو، اهل الفيديو ادواتكم وايد ثقيله. شنو يعني اهل الفيديو؟ اهل الفيديو معناته كاميرا الريد او الكانون سي 20 اتوقع، هذه الكاميرات اللي ثقيله معناته هو اي يتحمل وزن. وبسنا كلام، يلا نفتح ويا بعض. اول شيء عندنا الهيد. شنو فايده الهيد اللي عندي؟ اذا بغيت تصور بالطول مثلا، او بغيت تصور بالعرض، او بغيت تزيد ارتفاع الكاميرا شوي، تقدر تزيد عن طريق الهيد هذا. شكله قفطني شكله قفطني شكله قفطني شكله قفطني. يلا بسم الله. هذا السلايدر نفس ما قلت لكم، يمكن احسه انه وزنه ثقيل شوي، لكن هو ممتاز صراحه. وبالحجم وايد ممتاز بالحجم، يعني ما تشيله بيد واحده كذي وانت تمشي فيه، عملي. ولانه هو ثقيل شوي تحتاج ستاند كبير شوي على اساس انه يتحمل الوزن هذا وما يضيع شغلك كامل ويطيح الستاند ويا الكاميرا وكل شيء. نقول لك احسن الله عزاك. ميزه حلوه حق اهل الكانون بالذات ان بطاريته هي نفسها بطاريه الكانون مالت الار وباقي الكاميرات. فالبطاريه هذه تشتري بطاريه حق كاميرا الكانون اذا كان عندك كانون، والبطاريه الثانيه تشتريها للسلايدر تركب نفس البطاريه. كنت اتمنى لو في زر فتح واغلاق للمنتج، لانه بمجرد انك تركب البطاريه وتنسى تشيل البطاريه معناته ان شحن البطاريه راح يخلص، لانها راح تستنزف شحن لما تخلص شحن البطاريه، فما تقدر تسيطر على هذا الشيء. اخوي انا يا يقدم البرنامج لو سمحت. انا نفس ما تشوفون ترى صوته وايد هادي وحركته خفيفه ممتع. طريقه استخدامه، بمجرد انك تركب البطاريات عليه راح تسمع الصوت وبيبدا يشتغل عندك كذي، معناته انه اشتغل. تنزل الابلكيشن على التلفون، ومن التلفون تقدر تتحكم فيه تودي يمين او تودي يسار وتختار الوضعيات سواء الستوب موشن حتى التايم لابس. ما تحتاج واير على اساس تثبته من السلايدر الى الكاميرا، بمجرد انك تحط اعدادات الكاميرا للتايم لابس وحط اعدادات السلايدر من الابلكيشن للتايم لابس وتطلع بفيديو خرافي، شيء عملي وايد. وبعد الفيديو هذا اكتب لنا تحت بالتعليقات اذا راح تشتري سلايدر 1 في 2 ولا لا. نشوفكم فيديو ثاني، مع السلامه.